السلام عليكم، مرحبا بأصدقاء المبدعين، معاكم خولة. اليوم عندي فكرة جديدة في صفحة سكراب بوكينج. طبعا نياسة على الأرض وقص شكل قلب باستخدام الكريكت. طبعا هذه آلة تقص إلكترونية تساعدني إني أقص الأشكال بحجم كبير. هي مو بوايد دقيقة أو شغلها نظيف، بس تفي بالغرض بشكل بسيط. وحاليا طبعا هذا الخلفية موتي اللي راح اشتغل عليها، وهذه الصورة، وهذا عندي القلب. راح اثبت القلب بالواشي تيبس، بس اول شيء راح احطه على القميص عشان يقلل اللصق منه. طبعا القلب ما راح يثبت في الورقة، بس بشكل مبدئي راح استخدم الماوس باد عشان استخدم هذه الأداة من وي آر ميموري كيبر، دايما استخدمها تشوفوني. اللي ما عنده هذه الأداة ممكن يستخدم الإبرة، وراح اسوي نفس خبوق حوالين القلب وعشان يكون سهل علي اني اسوي فكرتي. طبعا احاول ان يكون المسافة بينهم متساوية قدر الإمكان، وطبعا مزون موجودة معاي لازم تشارك وتنتظر اني اخلص عشان تاخذ القلب. وهذا خلص. طبعا راح استخدم هذا نفس الدبوس اللي هو طبعا معدني، فوق نفس نص دائرة يعتبر معدني، وفي من وراء قطعتين إن ممكن نكسفهم من ورا بهذه الطريقة. طبعا دخلتها بالفتحة وبعدين فتحتها تكون نفس الدبوس. طبعا لهم أشكال وايد ما شاء الله وألوان وايد، بس هذا الموجود عندي. فأنا لما بديت أطبق هذه الفكرة، طبعا الفكرة هي عبارة نفس فكرة المسامير اللي ندقها على الخشب بعدين نلف الخيوط، هذه نفس الفكرة بس أنا سويتها على ورقة. طبعا هذا الشيء سهل بالنسبة لي، ممكن أسويه صفحة سكراب بوكينج. استخدمت هذه الأشياء الموجودة عندي كتجربة. في هذه المرحلة ما كنت أعرف هل راح تنجح ولا لا. طبعا دخلت كلهم الدبابيس، وبعدين بديت أفتحها من ورا عشان يثبتوا على الورقة. طبعا هذه هي الخطوة الصعبة، كانت لأنه متعب أن أسوي بأصابعي وأظافري. وبعد ما أخلص راح أختار الخيوط. طبعا في البداية كنت راح أستخدم هذه الخيوط، بعدين فكرت أن يمكن الطول ما راح يكفي حق أني ألف على كامل القلب ومن داخل، فطلعت لي خيوطي الثانية واخترت هذه. طبعا انا اخترت البرتقالي عشان قميص مزون، بس حسيت الاصفر اني احسن لان اللوحة بعدين طلعت غامجة. طبعا باذن الله راح اعيد هالفكرة في مشروع ثاني بشكل ثاني بعد. وراح ابدأ اني الف على الدبابيس. طبعا انا بديت من هذه النقطة لاني راح اغطيه بالصورة، فما ببين طرف الخيط اللي طلع من البداية. وراح ألف على كل دبوس بهذه الطريقة، طبعا طريقة سهلة جدا. في هذه النقطة تمنيت أني سويت يعني خبكت الورقة مسافات أبعد شوي، بعدتهم يعني لكل خبقة بعدها مسافة أكثر، حسيتهم وايد قراب وشوي ياخذ وقت أكثر من اللازم. وهذا كانت طبعا هذا خلصنا. والحين راح اسوي في الوسط، وانا اشتغل احاول اني الف لفتين على الدبوس لان حسيته اثبت. وانا اشتغل طبعا مع الوقت الورقة بدأت تشد معي الخيط، يعني حاول اني ارخي الخيط بس بعد ما زلت اشده، فالورقة شوية استوت عندي مشدودة، بس ما عليه يعني كان يمشي شوي.
فحاولت هني اني على كل دبوس اني الف الخيط واسوي بطريقة عشوائية. طبعا انا دايما خاطري اجرب هذه الفكرة، بس ابدا ما فكرت اني استخدم المطرقة والمسامير، حسنا شوي صعب علي، فهذه الطريقة وايد سهلة. هني عندي طبعا اخترت هذا العنوان انه يكون فن، بس الفكرة بعدها ما وصلت كيف راح وين بحطها وين بستخدمها. فطبعا قبل لا اجازف، لان عندي بس كلمة واحدة من هالستيكر لونه برتقالي وعليه جليتر، هذا الشيء وايد حلو. فجبت اوراق السكراب بوكينج عندي، فبديت احاول اني ادور من بينهم على ورقة تناسب شغلي. طبعا خذوا وقتكم، لا تستعجلوا، عادي لو اشتغلتوا يوم يومين، يعني انا هذه تاخذ معي اكثر عن ساعة، مع انها بسيطة جدا في النهاية، بس بعد تاخذ وقت لان اختار الالوان، اشوف الاشياء المتناسقة. طبعا انا اخترت هذه الورقة اللي عليها سحب لان حسيتها لونها فاتح، فراح تفتح لي شوي الشغل لان شغلي شوي غامض. ومن ناحية ثانية ما أريد أستخدم وايد أوراق عشان ما أغطي على شغل القلب، فأريد يعني وايد يبين أكثر من أني أستخدم أوراق زيادة. هني راح أسوي نفس ذيل السمكة، راح أقص من الوسط بعدين من الزوايا لين نهاية القص من الوسط. ما أدري فهمت ولا لا، بس طريقتها هي سهلة. طبعا انا اخترت هذه الورقة البرتقالية عشان تمشي مع الالوان الشغلي. وطبعا يعني لما تحاولوا تشتروا الاوراق حاولوا شوي تكون متناسقة مع بعض، الاشياء ذوقكم اللي انتو تحبوه، الوانكم اللي انتو تحبوها، لان هذا صدق لما بتشتغلوا بتحسوا انكم تستمتعوا اكثر لما تستخدموا شيء انتم تحبوه. والحين راح اعتمد طبعا الترتيب، والحين راح ألصق. وطبعا تكلمت عن اللصق اللي استخدمه في الفيديو الماضي الاسبوع الماضي. طبعا هذه كانت الشكل النهائي لي، وراح أضيف كلمة بهذه الحروف الصغيرة، راح أكتب أعتقد together، أيوة فهم together. وطبعا أنا ما كتبت ما حطيت التاريخ ولا كتبت الكلام على الصورة، يمكن راح أحط التاريخ بس إن شاء الله بعدين. وهني الحين راح ألصق، طبعا راح استخدم وايد لصق عشان نتأكد انها راح تلصق على الخيوط، راح اكون شوي كريمة. طبعا حاول تستخدموا لصق شوي قوي، وراح ألصق عليها. طبعا اول شيء اشوف الشكل بعدين اضغط، لان هي مرة واحدة اذا ما لصقت بالطريقة اللي اريدها ما راح تلصق، بعدين ما اقدر اخوسها راح تخترب. هني عندي الانيمال دوتس، طبعا هذه قطعة دوائر بلاستيكية حلوة فيها جلتر، حسيت انها اعطت لمسة حلوة في النهاية لشغلي. وهذا كان نهاية الفيديو، اتمنى انكم استفدتوا واستمتعتوا، ولا تنسون الاشتراك ومشاركة الفيديو والتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.